مرحبا واهلا فيكم. كلنا بنعرف انه نيسان القادم، الشهر القادم، راح تبلش الحملة الانتخابية او الانتخابات الرئاسة في سوريا. وطبعا النتيجة محسومة مسبقا، ولكن المسرحية الهزلية لازم يعني تصير فوق مسرح معاناة السوريين وآلامهم، هذا لابد منه يعني. وحرفيا نحن فينا اليوم انه سوريا ضاعت. يعني التاريخ اعطانا فرصة من اكثر من 100 سنة لحتى نبني دولتنا سوريا، ولكن هي الفرصة ضاعت وما بنعرف امتى التاريخ او الزمن بيرجع بيعطينا فرصة لنبني دولتنا مرة تانية. اليوم بالتحديد وللصدف 8 آذار 1920 هو ذكرى تأسيس الدولة السورية، يعني صار عمر الدولة السورية او محاولة بناء الدولة السورية، دائما انا بركز على المصطلح، 101 سنة وفشلنا فشل كبير ببناء هالدولة. على الأقل من هالتجربة هي المريرة والطويلة نتعلم من الأخطاء، نعرف ليش فشلنا، بلكي يوم الأيام صار عندنا فرصة لنبني دولتنا من جديد. الفيديو يلي بدي أعرض لكم إياه هلا هو واحد من أهم الأسباب يلي فشل فيها السوريين يبنوا دولتهم سوريا. خلينا نشوف الفيديو ومنعلق. السيد الرئيس للشارع حافظ الأحسن. نعم، من هو يا حسن؟ أمرنا في الوصول إلى مستقبل أفضل. السيد الدكتور بشار الأسد. أحسنت. نعم، أيضا من هو أمل سوريا في الخلاص من الاحتلال؟ من هو يا جنى؟ الدكتور بشار حافظ الأسد. رائع، إذن الدكتور بشار حافظ الأسد هو خيار الشعب السوري الذي انتظاه لنا حكومات الشيطان في العالم. حاربونا في كل جبهة وفي كل ميدان، فاح عرق الشهادة في كل بيت سوري، والأمثلة بيننا كثيرة. هنا ابن الشهيد أيمن حسن، تفضل. وهنا ابن الشهيد عبد الكريم جحر، وهنا أيضا ابنة الشهيد تيسير مخلوف، تفضل إلينا. وأنا أيضا أخت الشهيد أحمد منصور، وأفتخر. كل ذلك لنغير خيارنا ونغير قرارنا. هل غيرتم خياركم؟ لا. من هو خياركم؟ الدكتور بشار حافظ. أحسنتم. واليوم إلى مكانكم. اليوم يحاربون بأبشع الأساليب وبأبشع الحدود وبأبشع الطرق. من يقول لنا كيف يحاربون اليوم يا ليلى بلقمة عيشنا؟ أحسنتي، رائعة. كيف يحاربون اليوم يا بطول؟ بعملتنا التي نحب. رائعة. ما هي عملتنا التي نحب؟ الليرة السورية. ولكن هل لانت عزيمتنا؟ لا. هل تغير قرارنا؟ لا. سنقول للعالم كلمتنا للدكتور بشار الأسد، سنغني معا لسوريا ولقائد سوريا. الدكتور بشار الأسد مع الموسيقار للتفاعل من الجميع. طبعا هذا الكلام مو جديد، يعني أنا عمري 50 سنة وكل أبناء جيلي نحن ربينا على هذا الكلام، يعني على حب القائد والتضحية مشان القائد والانتصار ببقاء القائد. هذا الشيء اللي ربينا عليه، وهذا الشيء مستمر رغم كل النتائج الكارثية اللي وصلنا إليها. وأنا الحقيقة بعرف أنه هالمعلمة هي مؤمنة حقيقة بالشيء اللي عم بتقوله، ما هي يعني غسيل دماغ ممنهج من 50 60 سنة إلى اليوم بيؤدي الى هالنتائج اللي عم نشوفها. والحقيقه النتيجه اللي وصلنا لها نتيجه التربيه هي طبيعيه، يعني نحن وقت منعيش كلنا مشان القائد ومنوظف كل امكانياتنا مشان القائد والاقتصاد مشان القائد والامكانيات العسكريه والمدنيه لبقاء القائد، يبقى القائد. ولو تعلمنا من نحن وصغار انه كل هالامكانيات والجهود نوظفها لحتى يبقى الوطن كان بقي الوطن. لذلك اليوم نتيجه طبيعيه، نتيجة الممارسات كلها وغسيل الدماغ يلي تعرضنا له ولساتنا عم نتعرض له لليوم، يتعرضوا له أولادنا مثل ما شفنا، طبيعي أنه يبقى القائد ويضيع الوطن. السلام عليكم.